السلام عليكم. لو بتقابل أي مشكلة من أي نوع في تعليم أولادك، لو حابب تنقلهم مدارس انترناشونال بس حاليا الظروف المادية ما تسمحش، لو هما حتى في مدارس انترناشونال بس بيواجهوا مشكلة في تعلم اللغة العربية أو في تعلم الماثيماتيكس أو الساينس أو واتس ايفر، يبقى الفيديو النهاردة ده فيك. الفيديو النهاردة عن موقع اسمه لبلب. موقع لبلب باين من اسمه، زي ما بنقول في مصر كده الولد ده لبلب، يعني ذكي جدا، بيتحدث لغات مختلفة وبيتحدث بطلاقة. فموقع لبلب هدفه الأساسي هو تنمية المهارات اللغوية والمهارات التعليمية والمهارات الشخصية عند الأطفال من عمر 4 سنين لعمر 16 سنة. الميزة في موقع لبلب هي التنوع، تنوع من حيث المدربين أو المعلمين، جنسيات مختلفة، لغات مختلفة، وكمان لكنات مختلفة لنفس اللغة، تنوع بالنسبة للتوقيت، أوقات مرنة جدا صباحية ومسائية وبعد الظهر، تلاقي كل الأوقات اللي ممكن تكون متاحة ليك وطفلك. تنوع من حيث المواضيع، بحيث إنك تقدر تختار أي مادة حابب ابنك يتعلمها، أي مادة حابب ابنك يتكلم عنها، أو موضوع حابب ابنك يتكلم عنه، تقدر تختار من مواضيع كتير موجودة على الموقع، أو تقدر تطلب موضوع معين حابب ابنك يعمل عليه ريسيرش أو بروجكت وحابب يتكلم بأنهي لغة. تقدر كمان تختار من بين طرق دفع مختلفة وطرق حجز مختلفة وبرامج تعليمية مختلفة. البرامج التعليمية اللي بنقدمها للأطفال هي مش زي أي برامج، ولكن هي برامج إبداعية. بعيدا عن البرامج التعليمية، في برامج إبداعية بتنمي ذكاء الطفل وبتنمي روح التعلم والاستكشاف عند الأطفال بأعمارهم المختلفة. الميزة كمان إنك تقدر تشترك لابنك في برامج طويلة المدى، بتبدأ من 3 شهور ل6 شهور، واللي بيها يقدر يعمل تشالنجينج أو تحدي مع أطفال غيره موجودين في كل أنحاء العالم في مواد مختلفة وفي كورسات مختلفة، وده بينمي كمان زي ما قلنا الكوميونيكيشن سكيلز واللانجوج سكيلز عند كل طفل. مميزات موقع لبلب إنه بيقدر يخليك تعرف مستوى ابنك بعد كل سيشن أو بعد كل حصة، عن طريق التقييم اللي بيوصلك بعد كل حصة، يقولك ابنك فين بالظبط دلوقتي، ايه النقط اللي المفروض نشتغل عليها، ايه هي النكست ستيب او الخطوة اللي جاية لتعليمه. فزي ما قلت لكم، موقع لبلب هو موقع ممتاز من حيث سهولة الاستخدام لولي الامر، وانك انت تأمن المدربين المحترفين على ابنك وعلى تطوره، وكمان حلو جدا كحل اولياء الامور الكتير اللي تأثروا بجائحة كورونا وتأثروا ماديا بجائحة كورونا، واضطروا ان هم ينزلوا تعليم اولادهم من مثلا انترناشونال لناشونال، من طريقة تعليم معينة اللي هي الفيس تو فيس للإي ليرنينج. كمان نقطة مهمة جدا في الإي ليرنينج أو التعلم عن بعد بالنسبة لليبلب، هو قائم على اللعب بالدرجة الأولى، وقائم على المرح والتحديات والمسابقات للأطفال الكبار شوية بالدرجة الأولى. كمان بيخلي الطفل هو اللي حابب يروح يتعلم، عكس اللي بيحصل في الاونلاين ليرنينج بالنسبه للمدارس. الطفل ما بيحسش انه بيمتحن او انه في واجب عليه لازم يعمله المدرس قاعد قدامه، بالعكس هو بيحس انه الجو فريندلي جدا، بيحس ان هو جاي يتعلم ويعلم في نفس الوقت. بعد فتره معينه الطفل ممكن يكون هو نفسه براكتيشنر او هو نفسه مدرب لاطفال تانيين ولأعمار مختلفة. زي ما قلت لكم، موقع النهاردة هو موقع جدا ممتاز، سهل في الاستخدام، وأنصحكم جدا جدا بيه، وهسيب لكم إن شاء الله روابط الموقع وصفحتهم على الفيسبوك. أهلا وسهلا بكم.